الحمد لله دخل مسيب بن سعيد على هارون الرشيد الخليفه رحمه الله فقال له هارون عظني فقال يا امير المؤمنين ان الله عز وجل لم يرض لك ان يجعل احدا فوقك فلا ينبغي لاحد ان يكون اطوع له منك قال لقد بالغت في الموعظه ذكر بالنعمه لما جعلك الله بهذه المثابه وهذا المنصب فوق الناس خليفه عليهم لا بد ان تكون اطوعهم لله